حسيت ان اللي في بطني ده يخصني انا، هدية من ربنا بعتها لي، حرام ارفضها. انا المسؤولة عنه مش حد تاني، مش هسقطه، هخليه وهخبيه وهخلي جابر ما يعرفش ان هو اب. هو ايه ده اللي هتخبيه؟ ده عيل يا بنتي، يعني مدرسة وشهادة وجامعة ونسب، بني آدم يا بنتي، مش علبة كنز هو. وبعدين ما تزعليش قوي كده، ما انتي بكرة ممكن تتجوزي وتخلفي العيل اللي نفسك فيه. اللي انا اعرفه دلوقتي ان انا اتوجعت بما فيه الكفاية، من هنا ورايح انا مش هفتح قلبي لحد تاني خلاص. اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. وانا اللي اعرفه ان العيل ده مهما خبتيه ودفنتي سره هيظهر وهينفجر في وشك انتي اول واحده، بعد يوم، بعد 10 سنين، خصوصا ان جابر كده كده هيخرج من السجن وانتي بتخبيه. هو انتي بتحبيه يا مهره؟ انا الموضوع ده اتقفل ومات. الحب اللي في قلبي اتسمم بعد اللي عمله معايا جابر. شكلك كده بتصعبي الحكايه على نفسك يا صاحبتي، وبدل ما تبقي لوحدك وبطولك في الزنقه اللي انت فيها دي، عايزه تبلي نفسك بعيل، عايزه تشيلي شيله معاكي. وربنا لا تندم يا مهره لو خلفتي العيل ده. اسمعي الكلام وخلصي، في 100 دكتور اشطر وانضف يخلصونا من الحكايه دي. قلت لك مش هنزل عيل يا سحر، الموضوع خلص خلاص. هو ايه اللي حصل؟ ده انت كنت هتتجنني وتنزليه. لما قربت من كريمه دي مسك فيا وعمال يستنجد بيا وبيقول لي حرام عليكي ما تنزلينيش. ماشي، تعرفي تقولي لي بقى لو خليتي العيل ده هتخبيه فين؟ وهتقولي للجيران ايه؟ هو انت هبله يا بت انت؟ جيران ايه يا سحر؟ هو انا بعمل ايه؟ ده جوزي وابني، هو انا ماشيه في الحرام؟ لو الناس شهدت وعرفت بالعيل ده يبقى جابر هيعرف، واول ما هيخرج من السجن هيجي يدور عليكي هنا، لانك مراته، ثانيا ام ابني، فاهمه؟ جابر من ساعه ما كذب عليا وغشني واكلني من الحرام هو ما بقاش جوزي. هتطلقي؟ لا، هخلعه. الحمد لله على السلامة. تعالى بقى حبيب بابا، عايزة تعملي إيه؟ روبوت. عايز تعملي إيه؟ عايز أروح البحر. البحر بس كده؟ يلا بينا على البحر. ان شاء الله. حلو قوي، بس انا اول مره اجي هنا.